هلا والله. كثير من الناس متحمسين للعبة سيدي بروجكت ريد القادمة سايبر بانك 2077، واستعرض لنا الجيم بلاي الجديد مؤخرا، والحين جمعنا لكم كل المعلومات اللي تحتاجون تعرفونها عن اللعبة. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون اضغطوا زر الاشتراك واللايك للفيديو إذا عجبكم، والحين خلونا نبدأ. تاريخ اللعبة: لعبة سايبر بانك 2077 القادمة تعتبر الجزء الثالث في السلسلة. الجزء الأول والثاني كان اسمهم سايبر بانك 2013 وسايبر بانك 2020، وكان عبارة عن ألعاب RPG Pen and Paper أو Pen and Paper RPG، يعني ورقة وقلم أو RPG ورقة وقلم أو البورد جيم، وتعتبر تكمل الأحداث اللي صارت في الجزئين الأول والثاني، واللي راح أذكرها لكم بشكل مختصر جدا لأن القصة كانت تتغير بعض الأحداث الرئيسية بعد كل إصدار جديد للعبة الورق والقلم، وبالتالي في شخصيات تموت وترجع وشخصيات تعيش وتموت، وراح أذكر لكم القصة الأساسية عشان تقدرون تستمتعون بأحداث سايبر بانك 2077 لما تصدر. وعشان أقدر أحكي لكم القصة لازم أول شيء أعرفكم على عالم سلسلة سايبر بانك. عالم اللعبة يدور في مدينة اسمها نايت سيتي الضخمة، واسمها الأصلي كان كورونادو سيتي، وسميت إلى نايت سيتي لتكريم شخص اسمه ريتشارد نايت. هو كان رجل أعمال مشهور، كون شركته الخاصة وحط كل مجهوده في تحسين المدينة إلى الأفضل، وكان يحارب العصابات وتجار المخدرات في المدينة، وهذا اللي كان سبب في موته، حيث تم اغتياله من قبل منظمة شريرة في عام 1998. وبعد موت ريتشارد نايت عم الخراب والفوضى في المدينة، وتكونت منظمات متنوعة، كل واحدة منهم سيطرت على مناطق في المدينة وتحارب بعضها البعض عشان تسيطر على المناطق الثانية فيها. ومن عام 2009 إلى عام 2011 أصبحت تعرف الفترة هذه بفترة حرب العصابات أو حروب العصابات، وصلت نايت سيتي إلى أسوأ أوضاعها من ناحية التدمير والخراب. وفي عام 2020 رجع السلام إلى المدينة وتحسنت الأوضاع، لكن لا زال وجود العصابات فيها بشكل مخفي، وصار وجود الأسلحة أمر طبيعي للعامة في وسط المدينة. وأيضا في عالم آخر افتراضي في سايبر بانك اسمه الشبكة أو سايبر سبيس أو ذا نت، ومن اسمه هو موجود في الانترنت وكل شخص يقدر يروح له، لكن فيه أسرار وأماكن كثيرة مخبية فيه ما حد يقدر يوصل لها غير النت رانر، وهم عبارة عن مجموعة من الهاكرز هدفها استكشاف أسرار الشبكة، ويوجد فيها شخصيات ذكاء اصطناعي حرة يقال أنها راح سبب نهاية العالم لو قدرت تعبر إلى العالم الحقيقي. ايضا اهم عنصر في العالم هو السايبر وير، وهو اعضاء اليه يتم زرعها في جسم الانسان وتعطيه قدرات فوق الطبيعيه مثل النظر عبر الجدران وغيره. والحين خلونا نتكلم عن اهم شخصيه في سلسله سايبر بانك، جوني سيلفرهاند. جوني هو عضو اساسي في فرقه الروك ساموراي، واللي كان هدفها انها تحارب الفساد والعصابات في المدينه باستخدام الموسيقى للتاثير على الشعب لعمل الانقلاب ضد النظام الفاسد. وتم قتل جوني في وسط هجوم شنها مع أصحابه على بناية مجموعة الأراكاسا اليابانية. ومثل ما شفتوا في عرض E3 أن شخصية جوني سيلفرهاند راح يكون شكله على الممثل كيانو ريفز، والشخصية راح يكون موجود عندك على هيئة هولوغرام، وراح يكلمك ويساعدك ويصير دليلك في المدينة في اللعبة. والحين خلنا نتكلم عن العصابات أو الجانجز الموجودة في لعبة سايبر بانك 2077. نبدأ بعصابة الميلستون. هي عصابة قتالية مكونة من أفراد مجموعة عصابات مختلفة، ولبسهم يتميز أنه مصنوع من الجلد وفي قطع من الكروم. مجموعة كبيرة منهم مصابين بمرض السايبر سايكوسيس، وهو مرض عقلي يصيب الأشخاص اللي بالغوا في إحداث تغييرات كثيرة في جسدهم أو يستخدمون سايبر وير كثير ووضعوا قطع كثيرة فيها. وفي البداية عندهم قانون كان رمز الشرف، وبعد طرد قائدهم ألغوا القانون هذا وصار يهجمون على الكل. نتواج هذه ما هي عصابة لكن الجزء مهم جدا في القصة، هي فرقة أسست لمنع الناس من خرق جدار الحماية في الشبكة أو السايبر سبيس، واللي وضع عشان يمنعون شخصيات الذكاء الاصطناعي الحرة أنه توصل لعالمنا، ويقال أنه لو وصلوا لعالمنا راح يدمرون العالم ويتسببون بنهايته. عصابة الفودو بوتس هم عبارة عن عصابة إرهابية تختص في السحر الأسود الفودو والتجارة في المخدرات. هم وحشيين يقتلون ويغتصبون لأي سبب كان. هدفهم هي مساعدة شخصيات الذكاء الاصطناعي الحرة من العبور في جدار الحماية والتسبب في نهاية العالم. وفي لعبة سايبر بانك 2077 غيروا عاداتهم ووحشيتهم والسحر الأسود بالأجهزة الآلية وأيضا السايبر وير والحلول السلمية، حتى ملابسهم تغيرت. عصابة أنيمالز هم عصابة تختص بالأذى الجسدي والقوة الجسدية، ويطورون عضلاتهم باستخدام إبر ومنشط اسمه جوس أو العصير، وفكرته أنه يرفع مستوى القدرة والقوة عندهم والسرعة. هم يعملون بسرية مع فرقة النت واتش. عصابة فالنتينو
هي فرقة هدفها إغواء الفتيات الجميلات، يعتبرون مسالمين، ليش يكون خطر إلا على أزواج البنات اللي الفتيات معهم؟ عصابة تايجرز كلو. هم عصابة يابانية دفاعية، لا يستخدمون تكنولوجيا أبدا، ويعتمدون على فنون القتال الحرة وأسلحة يابانية تقليدية، ومع الوقت صاروا يستخدمون سايبر وير أو التكنولوجيا، لكن بشكل قليل جدا. عصابة سكافنجر. كلنا نعرف أنها عصابة جديدة تم إضافتها إلى لعبة سايبر بانك 2077، وهم يعتبرون الأعداء في اللعبة. والحين خلونا نتكلم عن الجيم بلاي في لعبة سايبر بانك 2077. الجيم بلاي راح يكون من المنظور الأول، واللعبة عبارة عن RPG في عالم مفتوح مع وجود خيارات كثيرة وحرية تامة في اختيار المسارات. اللعبة راح يكون فيها مهمات رئيسية ومهمات فرعية، وراح تكافئ فيها بالنقود اللي هو اسمه إيدي أو اليورو، ونقاط الخبرة أو اسمها ستريت كريت، وتستخدم نقاط الخبرة في تصميم شخصيتك بحرية تامة في شجرة التطوير. اللعبة ما فيها كلاسات، لكن أنت مهما تحط تطوير عندك في شخصيتك تقدر تختار كلاسات معينة أو تشكل كلاسك اللي أنت تبغاه. في البداية راح يطلبون منك تصمم شكل شخصيتك وتختار الماضي حقك، وهذا بيفيدك في الحوارات. مثلا لو اخترت انك تكون ماضيك تربية شوارع، راح تفتح لك خيارات في المحادثات مع عصابة الشوارع، والخيارات في الحوارات راح تكون اهم نقطة في الجيم بلاي، وراح تتغير مجريات واحداث اللعبة مع خياراتك في المواقف. وايضا راح تقدر تسوق سيارة او دباب في اللعبة عشان تتنقل في عالمها، وراح تقدر تستخدم اسلحة متنوعة وتطور فيها. طبعا راح تقدر تزرع اعضاء في جسدك اللي هي السايبر وير، تعطيك قدرات خارقه في اللعب مثل العيون الاليه اللي تخليك تشوف الاشياء عن طريق الزوم او تحليل الاشخاص ومعرفه نقاط القوه والضعف فيهم. كل مهمه في اللعبه راح تقدر تنفذها باكثر من طريقه مختلفه. مثلا تقدر تهجم مباشره على مبنى الاعداء بانك تستخدم قدرتك الجسديه بتكسير الباب، او تستخدم سلاح المدفع الرشاش حقهم ضدهم، أو أنك تستخدم طريقة أخرى وهي أنك تتسلل إلى مبنى الأعداء من غير ما يحسون فيك، وتستخدم التهكير في القضاء عليهم مثل أنك تهكر جهاز الأثقال أو تهكير الرشاش أو أي حاجة ثانية حتى الكاميرات. القصة فيها طرق كثيرة متفرعة، وأنت لك الحرية التامة في اختيار المسار اللي أنت راح تسلكه. أنت راح تشكل قصتك وراح تكون مختلفة ومميزة عن غيرك. هذا كان تحليلنا وشرحنا للعبة سايبر بانك 2077. أتمنى تكونوا استفدتوا، وإذا عجبكم الفيديو عطونا لايك وشاركوه مع أصحابكم. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية، مع السلامة. Well, that's a story for another time.